بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. ان شاء الله دايما اوقاتنا وحياتنا تكون كلها اعياد وكلها فرحه وكلها سعاده. النهارده حلقتنا الاخيره قبل العيد او قبل اجازه العيد، إن شاء الله نعود مع حضراتكم أو نرجع مع حضراتكم مرة أخرى بعد انتهاء أجازة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل مصر وكل الأهلاوية دايما بخير. هبدأ كلامي مع